أدوية المصرح بها لاستخدامها للسوق فقط للرجيم هو الأدوية اللي بتساعد على امتصاص 30% من الدهون، وبرضو بنكتبها للناس اللي عندها الكوليسترول بتاعها عالي شوية عشان نقلل امتصاص الدهون. لكن أنا بكرر تاني إنه ده فقط 30% من الدهون. الأدوية دي هي الوحيدة المصرح بيها، لكن زي ما بنسمع أدوية اللي بتعلي الحرق والأدوية اللي بتساعد على الشبع، الكلام ده كله بيشتغل معظمه على مراكز الشبع الموجودة في المخ، وده كمان بيسبب مضاعفات جانبية خصوصا لمرضى القلب، وبيسبب كمان ارتفاع ضغط الدم، فبنحاول نبعد عنها على قد ما نقدر خصوصا في رمضان، وبتسبب الأرق كمان، فهنلاقي نفسنا في نهار رمضان مش قادرين ولا نهار ولا ليل رمضان قادرين ننام.